بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر موقع نادور سيتي خططيا نس الحدث ونتا مش تنعهد دائما انه يتواكب الاحداث يتوقعن على الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد الوطني خاصة فيما يتعلق سي المهنيين. إذن مش زري من النهار غيج لقاء تواصلي كمهنية قطاع سيارة الأجراء الصغيرة ذي النظر نقش ذي سجل المجموعة المشاكل زيت عن المهنيين على مستوى المدينة فيما سواء فيما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التغطية الصحية التغطية الاجتماعية كذلك المتعلقة بتجديد الأسطول والمشاكل المتعلقة بهذا الشق ثم يجي المجموعة المشاكل أدرجت ضمن نقطة جدول الأعمال يتهمن اللقاء أوانتا تهم التنظيم داخل المدينة وكذلك المهنيين المشاكل اللي زيت عانان على مستوى المدينة اللقاء يعني ناجح بامتياز من خلال المواضيع التي نوقشت فيه خاصة المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكروا الموقع اللي جا وكبر لنا هذا الحدث وهذا اللقاء التواصلي اللي كان بإلحاح من طرف المهنيين. بطبيعة الحال كانوا كيأطروه السادة إدريس برحول رئيس الوكالة ديال صندوق الضمان الاجتماعي بإقليم نادور ثم كذلك ممثلة البنك الشركة العامة الأخت لطيفة وبطبيعة الحال قاموا بواجبهم كاملا بإغناء هذا اللقاء بكل معطياته وبكل المشاكل التي يعانيها المهنيين وسائق سيارة الأجرة الصغيرة بالنادور. فأعتقد كان لقاء جد مثمر وكان لقاء طرقنا له المجموعة ديال المعاناة والمشاكل المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي وكان الأخ إدريس المدير جاوب على جل النقاط واللي كانت مهمة جدا وإن شاء الله غتكون فيها توصيات نرفعوها لصندوق الضمان الاجتماعي المتعلقة اللي هي عندها صبغة وطنية وكذلك المشاكل المتعلقة بالوكالة المحلية. فأعتقد أنه السيد المدير راه الإشارة من أجل حل كل هذه المشاكل وكذلك بالنسبة للأخت لطيفة المتعلقة الممثلة ديال الشركة العامة من أجل تجديد الأسطول ديال سيارة الأجرة في المجال الحضاري وكذلك تمويل المشروع ديال السكن اللي بغى يقتني شي سكن. إذن أعتقد أنه كانت محاور جد مهمة واستفدنا منها جميعا ولو طرقنا في الأخير المحور الثالث إلى مشاكل المهنيين واللي كنا طرقنا بكل دقة كل نقطة اللي هي يعني كتعرف واحد الإكراهات كبيرة لدى المهنيين وخاصة ما يتعلق بالعداد وكذلك ما يتعلق بمجموعة من المحطات اللي خص تضاف للمحطات الحالية في جل الأحياء ديال المجال الحضاري. فأعتقد أنه لقاء تواصلي كان ناجح بامتياز وطرقنا إلى جميع المشاكل والحمد لله القطاع غادي في واحد المسار مؤسساتي واحد المسار جد مهم والحمد لله المشاكل من طبيعة الحال كنحلوها عن طريق الحوار وكنشكر كذلك جميع السلطات المحلية والإقليمية على التفاعل ديالهم مع المشاكل ديالنا وكذلك السلطات الأمنية اللي دائما راهن إشارة المهنيين في إيجاد كل الحلول المناسبة في إطار القانون طبعا وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شقاني محمد بوعرورو قيادي النقابة التاكسيات غنغنهايني إذا جن لقاء التواصلي مع المهنيين المشاكل اللي غاسن تمارة الحمد لله وسين المهنيين دا غنقبة غاسن نجن مجموعة المشاكل الحمد لله فهمني الوضعية يزد سي المدير سينيسيست يزد المديرة عود الشركة العامة الأبناك يعني يجن مجموعة نقاط استفدنت المهنيين نهايني ذا لقاء التواصلي نهايني ذا نحد اولا غانغ سينيسيست غاسن المهنيين غاسن المشاكل يعني توغاسن 30 دي 9 توغاخت سنشا الحمد لله السي المدير الله يجزيه بخير نتشكاري تطاس وكش انا غير المعلومات هاي ذا باش هذه راه حمانيه التدريجيين اني توغاخت سن 3 شوا ذين يتغيس ان شاء الله 2025 ما مش غاستفدن يعني التقاعد تنسن
على حساب تعاون سند المسائل المارة ان شاء الله. ديال نجم مجموعه تعاود يعني باش تستفدن المهنيين على حساب الاسطور غيستفدن على حساب التاكسيات غيبدرن تستفدن زي الشركه العامه يعني نجنو ماروات باش تستفدن المهنيين المارة كانه امزيان دوم قران مارة ان شاء الله تستفدن سنتعذر ابنائك جنو ماروات باش تقدر الغرض اللي تهمه ان شاء الله. ذين الطرق هي غنغزين تعانى الطاس ذي القطاع التاكسيه ذي الشوارع اذا غي تهمان الشين انا التاكسيه لقيتو هنا عزيز تمارا بين التحتيه نتمنى ان شاء الله الرئيس البلديه غادي يجي مجهودات الناس نتمنى يسعاو درخا ان شاء الله انت تشكاري يدخل بين بارا خل مجهودات تيتيك ان شاء الله نتمنى غادي يري غيجي نحاش تعاود التصبيحات باش نستافد المارة كانه السياح يتغيت ذي المهنيين ذي تعيش نشد المدينه الحضاري ذي المشاكل اللي غانغ نتمنى ان شاء الله مارة منايا ان شاء الله زي 2025 كل شيء داير مليح ان شاء الله ونتشكر السي العبوسي الف الشكر جزيلا والشكر.